تمام، السلام عليكم، يعطيكم العافية. في هذه المداخلة راح أقدم مجموعة من الملاحظات عن هبات القدس المتتالية اللي عاشتها المدينة من عام 2014 حتى أيار عام 2021. الهدف هو مراجعة هذه الهبات وتقديم مجموعة من الملاحظات أو السمات عن ماهية هذه الهبات، عن أشكالها، عن نتائجها، عن الإنجازات التي بتقدمها في هذه المدينة، وممكن الاستفادة من هاي الملاحظات ومن هاي السمات في تقييم مجمل الحالة السياسية والنضالية الشعبية في مدينة القدس، والاستفادة منها في التحديات القادمة اللي ممكن تعيشها المدينة خلال هذا العام أو خلال الأعوام القريبة القادمة إن شاء الله. أول شيء عشان يعني يكون واضح عن أي هبات بنحكي، بدي أذكر الهبات الأساسية اللي عاشتها المدينة. إحنا طبعاً في آخر 8 سنوات كل سنة أو كل سنتين بتعيش القدس حالة نضالية شعبية اللي غالب الأحيان بتكون تتمحور حول الاعتداء على المسجد الأقصى. يعني صارت القدس دائماً على صفيح ساخن من مواجهة الاحتلال. الهبات اللي أنا قمت يعني مراجعتهم واستقراء بعض الملاحظات بناء على هاي المراجعة، الهبة الأولى هي هبة الشهيد محمد أبو خضير اللي كانت في تموز عام 2014 بعد خطف المستوطنين للطفل محمد أبو خضير وحرقه، والتي تزامنت أيضا مع حرب العصف المأكول على قطاع غزة، وتطورت أيضا إلى مواجهات في ساحات المسجد الأقصى، خاصة أنها تزامنت مع شهر رمضان الكريم. الهبة الثانية هي هبة القدس، ما يعرف بهبة القدس أو أحياناً يعرف بانتفاضة السكاكين، واللي بدأت في عام 2015 وتعتبر عملية الشهيد مهند الحلبي في شارع الواد في قلب البلدة القديمة في القدس أحد أبرز يعني أو الحدث الأساسي الذي تمحورت حوله هذه الهبة، ومن ثم توسعت لتقدم فيها فلسطين مئات الشهداء من مختلف محافظات الضفة الغربية. الهبة الثالثة والتي كانت مركزية جدا في مدينة القدس وشكلت حالة من تشبه النموذج الذي استلهم في السنوات اللاحقة هي هبة باب الأسباط عام 2017، والتي أعقبت عملية أبناء الجبارين من أم الفحم في المسجد الأقصى، واستمرت ل14 يوما اعتراضا على محاولة الاحتلال فرض آليات تفتيش جديدة على أبواب المسجد الأقصى، هبة باب الأسباط. ومن ثم عام 2019 هبت باب الرحمة مرة أخرى، يعود المسجد الأقصى إلى قلب الأحداث، واللي كان محورها احتجاج المقدسيين على إغلاق مصلى باب الرحمة منذ عام 2003 ونجاحهم في افتتاح المصلى وإعادة إقامة الصلوات فيه بعد انقطاع دام أكثر من 16 عاما. ووصولا إلى الهبة الأخيرة التي يعني ما زالت ذاكرتنا حية بمشاهدها، والتي كانت في أيار عام 2021، بدأت من باب العمود مروراً بالشيخ جراح وصولاً إلى المسجد الأقصى، وكان صدى التفاعل الفلسطيني معها مرتفعاً جداً في مختلف أماكن التقسيمات الجغرافية في الداخل والضفة الغربية، وأيضاً بتدخل المقاومة في قطاع غزة نصرة للقدس، وأيضاً في حالة التضامن العربي والإسلامي والعالمي التي شهدناها العام الماضي. من خلال استقراء هاي الهبات الخمسة خرجت بسبع ملاحظات أساسية اللي ممكن نستفيد منها في قراءة الحالة النضالية في المدينة. الملاحظة الأولى اللي بفكر مهم نحكيها إنه إحنا بنتحدث عن هبات يعني، وبنحددها بتوقيت زمني، وبنحكي عن سنة، وبنحكي قديش استمرت، وبنحكي شو الحدث الأساسي الذي أدى إليها. بس مهم نتذكر إنه حتى لو اليوم مدينة القدس لا تعيش حالة هبة جماهيرية، أو بين كل هبة وهبة بيكون في سنة أو سنتين، الحياة اليومية في القدس هي فعل نضالي. يعني مهم نتذكر أنه القدس وأهلها يعيشون في حالة نضال يومي، والحياة اليومية للمقدسيين هي بحد ذاتها فعل نضالي. قد يكون هذا الفعل النضالي مغيب عن وسائل الإعلام، سواء بتقصير أو جهل أو عدم دراية كاملة بأوضاع المدينة، أو قد يكون مغيب لأنه يعني بين قوسين ممكن نقول هو فعل نضالي صامت. ممكن هون أحكي بعض الأمثلة. يعني الوجود اليومي لأي شاب أو شابة مقدسية أو عائلة مقدسية في مدينة القدس
مرتبط بسلسلة من التحديات والصعوبات التي يجب أن يتجاوزها من أجل أن يحافظ على بقائه هنا، بدءا بالتعريف الأساسي لوجوده في مدينة القدس، المكانة القانونية التي يحملها المقدسيون في هذه المدينة حسب ما عرفها القانون الإسرائيلي هي مكانة المقيم الدائم، وهذه يعني حسب القانون الإسرائيلي يعتبر المقدسي مقيما إسرائيليا دائما، وعليه بشكل دوري أن يثبت أنه مقيم في داخل ما يسمى إسرائيل أو داخل مدينة القدس. عناء إثبات وجوده في مدينة القدس من أجل الحفاظ على إقامته، من أجل عدم سحب هويته، من أجل عدم طرده من المدينة، هو بحد ذاته معركة يومية يخوضها المقدسي من أجل البقاء في هذه المدينة. فهذا يعني المثال هو على صعيد الوجود اليومي المرتبط بالأوراق الرسمية والحفاظ عليها ومحاولة فعل المستحيل حتى لا تقوم وزارة الداخلية بسحب الهويات وبالتالي طرد المقدسين، فما بالنا بمتطلبات الحياة اليومية الأخرى من بناء. يعني اليوم مجرد البحث عن شقة من أجل المعيشة في مدينة القدس هي عبارة عن معركة وصراع طويل يخوضه الإنسان من أجل العثور على شقة مناسبة، فما بالك ببناء بيت ومن ثم في لحظة يعني ممكن أن تقوم جرافات الاحتلال بهدمه وتدمير أحلام أسرة بالاستقرار والبقاء في مدينة القدس. فمن المهم أن نذكر يعني هذه الملاحظة، بفكر أنها ضرورية لأنه كثير في أوقات الهبات، وهذا يعني من واقع تجربتي كصحفية وقلت الكثير من أسئلة في العام الماضي خلال هبة الشيخ جراح في أيار 2021 من مختلف النشطاء الفلسطينيين والعرب خارج فلسطين ووسائل الإعلام العربية بالذات، التي يعني تنبئ بعض هذه الأسئلة عن عدم دراية وعدم اطلاع كافي عن على يوميات الحياة المقدسية. وأنا بفكر إنه هاي الملاحظة مهمة عشان يعني توجه رسالة إلى مختلف الجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية والإعلامية بأنه الاهتمام بمدينة القدس يجب أن لا يكون اهتمام إعلامي وليد اللحظة ووليد الهبات، وإنما يجب أن يكون مستمر ومتصاعد حتى في أوقات ما يسمى الهدوء. فالمدينة كما قلت يعني أهلها يعيشون حالة نضال يومي ولو كان صامتا. ممكن أعطي هون مثال صغير، يعني مرات لما نحكي عن هبة أبو خضير إنه إحنا بنبدأ بتأريخ بين قوسين الهبات في مدينة القدس من عام 2014 هبة الشهيد محمد أبو خضير، بس هذا لا يعني أن المدينة كانت تعيش حالة من السكون في السنوات السابقة. 2012 و2013 هذول سنتين اللي كانوا شهدوا مواجهات واسعة في أحياء مدينة القدس وبالذات العيسوية وسلوان ومخيم شعفاط والبلدة القديمة، كان دائما في مواجهات مع قوات الاحتلال ومع مستوطنين. الملاحظة الثانية اللي بنشوفها من خلال استقراء هدول الهبات إنه المسجد الأقصى هو مبتدأ وهو محور الكثير من الهبات والمواجهات والفعل النضالي في مدينة القدس وفي فلسطين عموما. وهذا هاي الملاحظة يعني ليست بالجديدة وليس ابتكار ما أقوله، يعني فيمكن إرجاع ذلك إلى عام 1929 ثورة البراق التي بدأت بعد محاولة المستوطنين الصهاينة فرض صلواتهم ومظاهراتهم بالقرب من حائط البراق غربي المسجد الأقصى. وطبعا في تاريخنا القريب ممكن إرجاع ذلك أيضا إلى هبة النفق التي كانت ربما أول هبة شعبية تحدث بعد اتفاقية أوسلو عام 96 وشارك فيها مختلف شرائح الشعب الفلسطيني وأدت إلى ارتقاء عشرات الشهداء، فكان أيضاً محورها افتتاح النفق الغربي بمحاذاة السور الغربي للمسجد الأقصى. في الهبات الأخيرة من عام 2014 لليوم إحنا يعني أعدنا تذكير أنفسنا بمركزية المسجد الأقصى وكونه عدا عن كونه مكان عبادة ومسرى الرسول عليه الصلاة والسلام وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال وكل هذه الرمزية الدينية التي نعرفها تماماً عن المسجد الأقصى، هو أيضاً رمز وطني وجامع، رمز وطني جامع وميدان فعال للفعل النضالي فيما يتعلق بفلسطين. وهذا الإشي كان واضح يعني مثلا في هبة الشهيد محمد أبو خضير. صحيح هي الهبة كان شكلها عبارة عن مواجهات في مختلف الأحياء المقدسية، ولكنها أيضا تركزت في مواجهات شديدة جدا في المسجد الأقصى، وبالذات أذكر في ليلة القدر عام 2014 في رمضان تموز 2014
كانت واحدة من أشد الليالي مواجهة مع قوات الاحتلال، لدرجة أن عناصر شرطة الاحتلال انسحبت من محيط الأبواب في المسجد الأقصى، ووصفت القدس في تلك الليلة وكأنها محررة من جنود الاحتلال. ويعني مكانة المسجد الأقصى ربما تركزت أكثر أو بدت أكثر يعني باعتباره محرك للفعل النضالي عام 2015، ما يعرف بانتفاضة السكاكين. طبعا عام 2015 شهد تصاعد كبير في استهداف المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى. أعلنت سلطات الاحتلال عن حظر الحركة الإسلامية الشمالية في الأراضي المحتلة عام 48، وأعلنت كذلك عن حظر تنظيم أسمته تنظيم المرابطين والمرابطات، وبدأت بملاحقة كل السيدات المقدسيات اللواتي نشطن في مصاطب العلم وفي تعزيز الوجود الفلسطيني العربي في المسجد الأقصى. وكذلك في ذلك العام كان هناك تصاعد في حضور ممثلين عن الأحزاب اليمينية التي تدعم اقتحامات المستوطنين في قلب الكنيسة. في عام 2015 بدأت سلسلة من عمليات الطعن وإطلاق النار التي استمرت على الأقل لمدة عامين منذ أكتوبر 2015، وكان محورها المسجد الأقصى والاعتداء على المرابطات والاعتداء على النساء فيه والاعتداء على وتجاوزات واعتداءات المستوطنين وأدائهم للصلوات في قلب المسجد الأقصى. أستاذة هنادي، تقريبا بقي أقل من 4 دقائق. تمام، بدي أسرع على السريع. النمرة 3 اللي هي حالة المراكمة. مهم نذكر إنه هاي الهبات ليست منقطعة وليست وليدة اللحظة، وإنما كل هبة بتراكم على الثانية. إذا أنا بدي أذكر هبة باب الرحمة عام 2019، هبة باب الرحمة استلهمت بشكل كبير من هبة باب الأصباط عام 2017، ورأت فيها نموذج لقدرة المقدسي على فرض إرادته ورغبته فيما يتعلق بالمسجد الأقصى. وكمان هبة باب الرحمة صارت بعام 2019 بعد أقل من حوالي 9 شهور من رمضان عام 2018، اللي شهد هذا الرمضان في 2018 حالة من التواجد الشعبي في المنطقة الشرقية بمحاذاة مصلى باب الرحمة ومحاولة تعزيز الحضور الفلسطيني العربي فيه. فبدي أنقل للملاحظة الرابعة، وبدي أحاول أختصر بأنه ما فيش كتير وقت، إنه هاي الهبات التي وقعت في مدينة القدس اكتسبت طابع شعبي جماهيري، وتجاوزت في كثير من الأحيان حالة يعني الوضع المتردي من للتنظيم السياسي في المدينة. طبعا بعد الانتفاضة الثانية استهدفت قوات الاحتلال الحالة التنظيمية في الضفة الغربية والقدس بشكل مكثف، وكان هناك ضرب لأي محاولات لبناء بذرة عمل سياسي منظم برؤية وطنية واضحة. هذا الوضع طبعا خلق حالة من الفراغ السياسي الفلسطيني، وبنقدر نقول إنه الهبات الشعبية ساهمت بطابعها الشعبي والجماهيري بمحاولة ردم هذا الفراغ. ولكن رغم ذلك هاي الهبات لم تفرز يعني قيادات وطنية شعبية تسد الفراغ وتكون مستعدة لدفع الثمن وقادرة على تحديد الأولويات برؤية وطنية واضحة بعيدا عن سقف السلطة الفلسطينية أو سقف من يعملون لصالحها في مدينة القدس. رغم ذلك، رغم أنه الهبات ربما تجاوزت التنظيم السياسي أو الحالة المتردية للحالة التنظيمية في الضفة ككل وفي القدس خاصة، رغم ذلك يعني من المهم أن يبقى هناك سؤال مطروح حول آفاق استثمار إنجازات هذه الهبة والحفاظ عليها وصيانتها وحمايتها من أي تغول إسرائيلي جديد. فنحن نعرف بعد كل هبة ينجز فيها المقدسيون يتغول الاحتلال بسياساته أكثر وأكثر، وفي ظل غياب هذه الحالة التنظيمية يبقى السؤال مطروحا حول آفاق وإمكانية استثمارها. وهذا أيضا ما يفسر ربما فشل دعوات الرباط في المسجد الأقصى لحمايته من المستوطنين في كثير من المناسبات التهويدية التي تكثر فيها اقتحامات المستوطنين. ربما بما أنه يعني حكينا هون عن الحالة التنظيمية المتردية، نحكي عن واحد من ملامح هاي الهبات، أنه في ظل عدم وجود قيادات وطنية مجمع عليها. لو تجمل الملامح في أقل من دقيقة، لم يتبقى إلا دقيقة. طيب أنا متأسفة، ممكن أختم بنقطة أساسية، أنه يعني هي أكثر من إجمال، ولكن أنا بفكر هي النقطة الأساسية التي يجب أن نستفيد منها من هذه الهبات، إنه هاي الهبات أثبتت قدرة المقدسين على فرض إرادتهم وعلى صياغة برنامج عمل جديد ونضالي اشترك في مختلف شرائح الشعب في مدينة القدس على اختلاف مرجعياتهم الفكرية ربما
والحزبية، ولكن من المهم دائما التفكير بصيانة هذا الإنجاز وحمايته. ممكن أعطي مثال بسيط جدا عن آلاف المعتقلين اللي اعتقلوا على مدار هذه السنوات الثمانية، ولكن لا يوجد هناك من يتابع أمورهم، من يسند العائلات، من يساهم في تعزيز صمودهم. هذا التوجه جدا مهم من أجل صيانة الإنجاز الذي يحقق، ومن أجل الحفاظ على إمكانية أن تقوم الهبة مرة أخرى، أو أن يكون هناك من هو مستعد للدفاع عن المدينة أمام أي اعتداءات إسرائيلية جديدة.